أهلا بكم. بعد أن كان العراق يمتلك نظاما تعليميا يعد من أفضل الأنظمة في الشرق الأوسط في نهاية السبعينيات بحسب منظمة اليونسكو، لماذا ينهار النظام التعليمي في العراق وتنهار نوعيته ونوعية مخرجاته حتى باتت الأمية تهدد المجتمع العراقي؟ فهي ليست أمية القراءة والكتابة، بل مخرجات تعليمية لا تمت إلى التعليم ومعرفة العلوم بصلة، بل اجتاحت الشهادات المزورة جميع أركانه ومفاصله، حيث بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من إيران وحدها 99% بحسب وزارة التعليم العالي، كما تم الكشف عن وجود نحو 40,000 شهادة مزورة وفقاً للجنة التعليم النيابية. لماذا يشكو العراق من نقص المدارس وهو يطفو على بحر من النفط، حيث لا يزال لدى العراق أكثر من 1000 مدرسة طينية؟ بلغت نسبة الأمية أيضاً في بغداد 50% بحسب تصريح للجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، فضلاً عن توقف 3,500,000 طالب وتلميذ عن الدراسة، ونسبة التسرب من المدارس في ازدياد. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام أسباب انهيار قطاع التعليم وتردي نوعية مخرجاته في ضوء اجتياح ظاهرة الشهادات المزورة، إذ اجتاحت الواقع التعليمية في العراق. كونوا معنا نشاهد بداية هذا التقرير. بعد أن كان العراق قبل 2003 يمتلك نظاماً تعليمياً يعد من بين أفضل أنظمة التعليم في المنطقة بحسب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو، والذي حاز على جائزتين منها، وأوصل العراق إلى بلد خال من الأمية يعاني اليوم من فساد وتراجع في مستويات التعليم، جعل الجامعات العراقية خارج تصنيف شانغهاي في سنة 2020. العراق الذي لا يزال لديه أكثر من 1000 مدرسة طينية، وبلغت نسبة الأمية في بغداد 50%، كما صرحت بذلك لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، فضلاً عن توقف 3,500,000 طالب عن الدراسة. انهيار قطاع التعليم في العراق كان واضحاً بآثاره السلبية على المجتمع، ولعل من آثاره الكارثية الشهادات المزورة الصادرة من الداخل والخارج، حيث بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من إيران فقط نحو 99% بحسب وزارة التعليم العالي الحالية. كما تم الكشف مؤخراً عن وجود 30,000 إلى 40,000 شهادة مزورة في العراق وفقاً للجنة التعليم النيابية. احتلال العراقي وفشل وفساد الحكومات المتعاقبة تسبب في تراجع كبير في جميع المجالات، ولا سيما المجال التربوي والتعليمي، بحسب قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. تدخل الميليشيات وأحزاب السلطة في تسيير العملية التعليمية وممارسة التزوير لإيصال مرشحيهم إلى مراكز عليا في الدولة، وإهمال التعليم واغتيال الكفاءات العلمية، ينذر بحجم الكارثة في هذا القطاع الذي يعتمد عليه نهوض البلد وتطوره، حتى أصبح الكثير من الوزراء والنواب وأصحاب الدرجات الخاصة يحملون شهادات مزورة ويتنعمون بامتيازاتها رغم الكشف عن بطلانها، مما جعل الشهادة العلمية لا قيمة لها في نظر الشارع العراقي. إذن أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الدكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي العراقي ضيفي الكريم في الاستوديو. أهلا بك دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور. وبضيوفك الكرام. حفظكم الله. وأرحب بالدكتور محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي، انضم معنا من ماليزيا عبر سكايب. دكتور محمود المسافر مرحبا بك. أهلا وسهلا، بارك الله فيك وبضيفك الكريم الدكتور. أهلا بكم دكتور محمود، وأرحب أيضا بدكتورة فاطمة التميمي أستاذة جامعية عراقية تنضم معنا من بغداد عبر الهاتف. دكتورة فاطمة مرحبا بك. حياكم الله دكتورة. أبدأ معك دكتور فاروق الفتيان الدبلوماسي والأكاديمي العراقي. يعني بالتأكيد يعني بعد أن كان العراق يمتلك نظاما تعليميا وصفته اليونسكو
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بأنه الأفضل على مستوى الشرق الأوسط حتى نهاية السبعينات. ما الذي جرى لكي ينحدر مستوى التعليم في العراق إلى هذا المنحدر ويعاني من نقص في جميع المؤسسات التعليمية على مستوى البنيان وكذلك على مستوى الهيكلية التعليمية وكذلك على مستوى نوعية التعليم ومخرجات التعليم؟ الحقيقة أن التعليم في العراق بدأ منذ بداية تأسيس الدولة العراقية في مطلع العشرينات من القرن الماضي، وبني التعليم العالي والتعليم الابتدائي حقيقة على أسس متينة وقواعد رصينة، واستمر هذا الشيء في الأربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات والسبعينات، وفعلا وصل العراق عام 1976 و77 و78 في مقدمة الدول، ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في كثير من الدول المتقدمة اجتازها العراق، ولذلك حصل على جائزة اليونسكو للعلوم وللتربية والعلوم. بالتأكيد بعد الاحتلال عندما انهارت جميع مؤسسات الدولة وليس مؤسسات التعليم، هذا انعكس على التعليم. عندما يستلم السلطة رجل لا يعرف معنى التعليم ولا يعرف معنى الجامعة ولا يعرف القيم التعليمية والأسس التي تتبعها وزارة التعليم لتقييم الشهادات، لتعادل الشهادات، تجتاح العراق فوضى في كل المجالات، ومن هذه المجالات مجال التعليم العالي. أنا الحقيقة بداية حياتي الوظيفية كانت في وزارة التعليم العالي، وعشت مرحلة إصدار قانون قانون الشهادات والكفاءات، الحقيقة قانون الكفاءات العراقية وعودة الكفاءات. كان العراق رغم حصول الشخص على الدكتوراه من جامعة رصينة تصر وزارة التعليم العالي أن يقدم شهادته الجامعية وشهادته الإعدادية، إذا لم تعادل شهادة الإعدادية وشهادة الجامعية لا يمكن تعادل شهادة الدكتوراه أو الماجستير. ولذلك استمر التعليم العالي في رغم الحرب العراقية الإيرانية والعدوان الإيراني، استمرت الجامعات العراقية في التدريب في الدراسة في تقديم كافة المجالات، يعني لم تستثني أي كلية من الكليات سواء كانت علمية أو اجتماعية، استمر الدوام بشكل طبيعي، وتم تأجيل جميع المواليد اللي كانت تطلب قد ما يكون هو في الدراسة، ولذلك استمر التعليم في فترة الحصار. نعم تأثر التعليم ولكن ليس بمستوى، لم ينخفض بمستوى تعادل الشهادات ولا بتزوير الشهادات، وإنما انخفض في تقديم الوسائل اللي ممكن أن تكون متاحة لتقديمها للطالب أو للأستاذ الجامعي أو بسبب الحصار وليس بسبب آخر. نعم دكتور محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور محمود، يعني ما الذي جرى للتعليم في العراق حتى اللجان من داخل الحكومة، اللجان المشكلة تتحدث عن خطورة تزوير الشهادات الجامعية في العراق لكي تصل حتى 99% للشهادات الصادرة من إيران بحسب يعني مصادر من داخل الحكومة؟ يعني ما مدى خطورة انتشار ظاهرة تزوير الشهادات لتوكل مهمة يعني غاية في الأهمية وغاية في الخطورة من أجل إعداد النشء أولا، ومن أجل حتى يعني التنمية العلمية، التنمية الصناعية الزراعية، النهضة بشكل عام؟ ما مدى خطورة تزوير الشهادات في العراق دكتور محمود؟ بارك الله فيك وأشكرك، وتحية مرة أخرى لضيفيك. حياكم الله دكتور. والحقيقة يعني أكمل من حيث انتهى الدكتور فاروق الفتيان، فأقول التعليم هو جزء لا يتجزأ من الحاجات الأساسية للإنسان، لذلك
تنص عليه الدساتير والقوانين الدولية والقوانين والدساتير المحلية. وعلى هذا الأساس تجد أن للتعليم بحسب أهميته في كل دولة حصة في الناتج المحلي الإجمالي وحصة في ميزانية الدولة، ويخطط له استراتيجيا على مدى 5 سنوات و25 سنة، وهناك خطط تأشيرية لعام واحد، وتعرف الدولة والحكومات ماذا تحتاج لهذه المدد القادمة. لذلك هذا كله يمثل رؤية، يمثل مثل ما يسموه بالإنجليزي فيجن، يمثل رؤية الدولة. الدولة دائما، ومثل ما ذكر الدكتور الفتيان، أن الدولة منذ تأسيسها، طبعا التعليم هو سابق للدولة بالتأكيد، لأن العراق أبو التعليم يعني، لكن أسس للتعليم بالقوانين عند نشوء الدولة العراقية في عام 1921. هذا التعليم أصبح متينا بعد عقود من الزمان بسبب التزام الجهات التنفيذية بالمشرع بما جاء به المشرع. فعندما قال المشرع أن التعليم في العراق إلزامي ومجاني، على الجهات التنفيذية أن تذهب وتضع المخصصات وتضع الجهات وتحدد الجهات التي تجعله إلزاميا وتضع المخصصات لتجعله مجانيا. ولذلك عندما ترى هناك فجوة هنا أو هناك تحدث بسبب أما خلل داخلي في النظام التعليمي أو خلل خارجي كما حدث في الحصار، تتناهى الدولة، تصل إلى أبعد ما يكون من أجل سد هذه الثغرة، لأنها ملزمة أمام القانون وملزمة أمام الدستور، وواضع القانون وواضع الدستور هو الشعب العراقي وممثليه. الذي حصل يا أخواني الأعزاء بعد عام 2003 أن ممثلي الشعب العراقي هم من تجار الشهادات، وهم من السارقين والمجرمين وكل ما يمكن أن تصفوهم، ولا يحتاج مني أي وصف جديد، لأنه الفضائيات والبرامج مليئة بذلك، بل أن بعضهم اليوم يفضح بعضا، فلا نحتاج اليوم لنصفهم أكثر. هؤلاء هم المشرعون. فعندما يأتي التشريع مثل ما يعني بالتأكيد راقبتهم جميعا القرار الذي صدر عن ما يسمى بالبرلمان العراقي في شهر أكتوبر عام 2020، ليقول في الفقرة 13 من كل فقراته السيئة، خذوا الفقرة 13 الذي يقول تراجع وزارة التعليم العالي كل الشهادات التي لم تعادلها، كل الشهادات غير المعادلة يتم مراجعتها. وطبعا معروف لأننا نحن أبناء التعليم العالي ونعرف وعملنا في التعليم العالي أساتذة جامعيين وأخذنا مراكز، نعرف أن هناك التزام قانوني يلتزم به المنفذ واللجان داخل وزارة التعليم العالي بما يقوله المشرع. لذلك لم تكن تمر شهادة على الأطلاق مثل ما ذكر الدكتور الفتيان، تمر شهادة على الأطلاق، يأتي شخص من الخارج ويقول أنا تخرجت منها، تمر شهادة من دون أن تتفحصها اللجان إلى أن تصل إلى نتيجة نعم هذه الشهادة يمكن أن تستخدم في التعليم العالي العراقي وفي كل قطاعات الدولة العراقية، فيأخذ المعادلة ويصبح الطريق أمامه مفتوحا، حتى ولو كانت الدولة قد ابتعثت. وانظر إلى إذا مدى الدقة لدى المشرع العراقي، الدولة تبتعث شخص إلى جامعة أوكسفورد يرجع يقدم كل ما ينبغي أن يقدمه، حتى مثل الذي ذهب إلى جامعة اختارها بنفسه، يقدم الشهادة ويقدم الأطروحة ويقدم الملخصات ويقدم فيما بعد ظهر سي دي عن المناقشة وغير ذلك. إذن أخي العزيز، المشكلة في المشرع، المشكلة ليست في المنفذين. وأكد لك أخي، وقد لا أتجاوز عن الحقيقة أبدا، فأقول لك اليوم في الجامعات العراقية في العراق في بغداد والمحافظات هناك الكثير من الأساتذة المحترمين جدا والباحثين الجيدين، لكن النظام التعليمي تخرب بسبب المشرع. المشرع قبل المنفذ، المنفذ هو أداة بيد المشرع. هذه هي القامة الكبرى، ضربوا المنظومة التعليمية من أساسها اللي هي تشريع التعليم
إلى أن وصلت إلى أدنى أبعد مدرسة في الابتدائية في تشبايش أو في سوق الشيوخ أو في زاخو أو في عيمة. نعم دكتور محمود، ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك مرة أخرى. الدكتورة فاطمة التميمي الأستاذة الجامعية تنضم معي عبر الهاتف من بغداد. دكتورة فاطمة، يعني ما هي الانعكاسات والتأثيرات للشهادات المزورة التي أصبحت يعني ظاهرة بحسب وصف الكثير من الخبراء، خبراء التعليم، ظاهرة في العراق، ظاهرة الشهادات المزورة، ما هي آثارها انعكاساتها على مخرجات التعليم من وجهة نظرك؟ يعني ليس فقط مخرجات التعليم، بشكل عام على الواقع التعليمي في العراق. نعم طبعا، بدءا تحية طيبة لحضرتك وللبرنامج الكريم ولضيفيك المبجلين على تسليط الضوء على هكذا برنامج، عفوا على هكذا موضوع في برنامجكم المفضل. شكرا لك دكتورة. نعم، أهم التداعيات التي أتى بها طبعا جواب لسؤال حضرتك هو أهم ما أتى به، ما جاء به الغزو الأمريكي بعد عام 2003 هو الديمقراطية المزيفة أو العملية السياسية المشوهة التي ولدت لنا أحزاب لا علم لها ولا خبرة ولا تجربة في إدارة الدولة، لكنها فقط خبيرة في الفساد وفي السرقات الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن، وخبيرة في إثارة الصراع الطائفي وتدمير نسيج المجتمع العراقي، أيضا خبيرة في إثارة الأحقاد والضغائن والثارات والتهميش، ولكن لم تفلح هذه الأحزاب في بناء دولة حديثة، بل على العكس من ذلك تماما، فقد أفلحت في تدمير مؤسسات الدولة العراقية التي تم بناؤها. ومن أهم ما أفلحت به في تدميرها هو التعليم والقضاء الذي يعد قمة ما يسمى القطاعات العراقية من كافة الجوانب. اليوم وفي ظل حكومات الفشل والفساد قد انحدر التعليم، وأصبحت هناك شهادات مزورة يأتون بها من دول الجوار ومن دول أخرى بكافة مستوياته، انحدر التعليم بكافة مستوياته إلى الحضيض لأسباب لم أقل كثير، لأسباب طبعا كثيرة، ومنها أن طبعا ليس فقط على مستوى التعليم العالي، أيضا على مستوى التربية فجميع المدارس الابتدائية أما تكون دوامها ثنائية أو ثلاثية وتكون أغلبها متهالكة ومكتظة بأعداد كبيرة من الطلاب، يصل الصف الواحد إلى 70 أو 50 أو 80 طالب، وأغلب الطلاب يفترشون الأرض. لماذا؟ لأنه لا توجد لديهم رحلات يجلسون عليها، أيضا كتب القرطاسية لا تكتفي لعدد الطلبة ولا تكفي أيضا لنصف من هؤلاء الطلبة، ومستوى المعلمين تدنى كثيرا بسبب سوء الأعداد في المعاهد والكليات، والمدارس خالية من أبسط خدماتها كالماء، المرافق الصحية، أيضا كثير من الخدمات التي تفتقر لها المدارس، وأيضا في الجامعات. فسيدي، أكثر الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الشهادات المزورة في العراق هي تعدد الأحزاب السياسية في العراق التي أتت بنا كأنما متعطشة لأكل دماء ولحوم أبنائها، فبدل ما أن تبني المجتمع، لا، قامت بالعكس أو بالضد من ذلك، هي هدمت المجتمع بكافة جوانبه وخاصة التعليم الذي هو قمة الثقافة وكذلك التربية. فهذه ما يسمى بالأحزاب السياسية أنتجت لنا وأتت بنا بأيضا المدارس والجامعات الأهلية. الآن توجد لدينا جامعات أيضا استغلوا أسماء آل البيت عليهم السلام، فأتوا بجامعة الإمام الكاظم، جامعة الإمام الصادق عليهم السلام، هم براء منهم، وهؤلاء أغلب معممي العمامة المزيفة في العراق يأتون بجامعات أهلية لا لشيء، فقط لمكاتبهم. وهذه الجامعات الأهلية والمدارس هل هي خاضعة لمعايير الجودة؟ هل هي يعني تمتلك المحك أو المعيار الذي يؤهلها أن
أن تعطي شهادة تمنح لخريجيها تكون هذه الشهادة معترف بها؟ لا تمتلك المعيار، هي القضية أصبحت التعليم الآن تجارة. الآن المستثمر يأتي يبني مدرسة أهلية ويأتون بعدد من الطلاب يأخذ المبالغ من الطلبة والنجاح مضمون. الطالب سواء كان مستواه قوي أو ضعيف هو ناجح بالأخير، ناجح ما يعرفه هو. اسمحي لي هو دكتورة. ناجح الطالب هذا. طبعا هذه معلومات مهمة دكتورة فاطمة، اسمحي لي أن أنتقل بها إلى الدكتور فاروق الفتيان. دكتور فاروق، تعدد الأحزاب السياسية، أصبح التعليم في العراق تجارة. ما يجري في العراق الآن لا يسمى بتعليم، وإنما مجرد مصالح لأحزاب تدار من قبلها من أجل استحصال مكاسب تعود إليها. لا يهمهم تربية، لا يهمهم تنمية اقتصادية، لا يهمهم تنمية اجتماعية. كما هو معلوم في جميع البلدان ترصد من الميزانية أضخم قسم من هذه الميزانية للتعليم من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي. يعني التعليم هو الاقتصاد، ولكن ما يجري في العراق التعليم هو تجارة الأحزاب. يعني كيف تنظر إلى هذه يعني الجملة التي ركزت عليها الدكتورة فاطمة التميمي؟ فاتني أن أرحب بصديقي وأخي الدكتور محمود المسافر، وأنا سعيد جدا أن أشاهده وأسمع تحليله لكونه لا زال في قطاع التعليم وساهم الحقيقة بعد 2003 في بناء أسس لجامعة ولمدارس رصينة. للأسف هي في ماليزيا، ولكن بالتأكيد استفاد منها كثير من الطلاب العراقيين وأنا على اطلاع بذلك. أعود إلى سؤالك. الحقيقة أن الهدم هو ليس في التعليم، يعني الهدم هو في كل مؤسسات الدولة العراقية. يعني إذا جينا ناقشنا الصحة ينطبق عليها ما ينطبق على التعليم، إذا عدنا إلى قطاع الزراعة سينطبق عليها ما ينطبق على قطاع التعليم. للأسف التعليم ربما شهد أكثر تدهور من خلال لأنه يمس جميع قطاعات الشعب، من الطفل الصغير إلى أن يصبح خريج جامعة أو أستاذ جامعي. الشهادات المزورة أصبحت يعني معروفة للجميع، هناك ليست فقط في العراق، للأسف هناك في بعض الدول الأوروبية من أسس ومنهم أغلبهم من العراقيين أسسوا جامعات، منها في هولندا ومنها في السويد ومنها، وهذه الجامعات عبارة عن سوبر ماركت حقيقة، هي مركز تجاري، دكان يبيع الشهادة، وأكثر المستفيدين منه هم أعضاء ما يسمى بالبرلمان، قيادات في الأحزاب، ومعروفة للجميع وتم تسليط الضوء سواء في الفيسبوك أو في كثير من البرامج في قنوات فضائية على هذه، وكثير من تحرك من الأفاضل في السويد واستطاع أن يغلق بعض هذه الدكاكين التي كانت تصدر شهادات مزورة إلى العراق. إذا عدنا إلى التعليم الابتدائي انحدر شديد. إذا ذهبنا إلى عندما يكون الطالب جاهل يتخرج من الابتدائية وهو جاهل، يحمل هذه الأمراض إلى المتوسطة وإلى الثانوية وإلى الجامعة، ولكن عندما تكون القرارات، عندما يكون رئيس الوزراء حاليا هو حاصل على شهادة الجامعة بدوام مسائي، وفي 2012 الشهادة الجامعية يعني حصل عليها وهو في السلطة. الكثير من المسؤولين العراقيين الآن في السلطة الموجودين حصلوا على شهادات، قسم منها الدكتوراه والماجستير، وهو بالأساس لم يحصل على شهادة الإعدادية. أتحدى الكثير منهم أن يخرج شهادة الإعدادية المعادلة بالطريقة الرسمية من مدارس معروفة في العراق أو خارج العراق. فكيف إذا كان هو المسؤول يحمل شهادة مزورة؟ بالتأكيد سيغض النظر عن الشهادات الأخرى، ولذلك أصبحت مثل السباق
في الحصول على ليس الجامعية، وإنما يستطيع أن يحصل على الدكتوراه ويلقب بعد يوم أو يومين من خلال وسائل الإعلام التابعة للأحزاب، وتركز على مسألة صرح الدكتور فلان وأعلن الدكتور فلان وكأنه فعلا حصل على شهادة الدكتوراه، والجميع يعرف أنها شهادات لا قيمة لها، شهادات مزورة. هذا اللي للأسف هذا الحاصل، ولذلك أصبحنا ليس في التعليم وإنما في جميع المجالات أصبح العراق في الدرجات السفلى من الدول، بعد أن كان العراق يحتل مرتبة عالية ليس في التعليم وإنما في كثير من المجالات، في الصناعة، في الزراعة، في الصحة. هذا كان ما وفي التخطيط وفي الأسس وفي القوانين المرعية داخل البلد. نعم، شكرا دكتور. دكتور محمود، يعني العراق بالتأكيد لا يخلو من الكفاءات التي هي موجودة إلى الآن داخل العراق، ولكن هناك نفوذ لسلطة الأحزاب بحسب ما يعني يصرح الكثير أو يعني يدلي الكثير من الخبراء في التعليم بأنه لا يمكن استثمار الطاقات البشرية والثروات البشرية الموارد البشرية بالكامل مع وجود معوقات يعني سياسية كالأحزاب التي لها نفوذ كبير والتي بحسب وصف الكثير من الخبراء في التعليم أنهم يستخدمون التعليم تجارة وربحا، لا يهمهم نوعية الخريج، نوعية المادة، نوعية المنهج، ولكن يهمهم فقط الربح من أجل مكاسب مالية. ما مدى يعني خطورة أن يظل العراق في دوامة عدم اعتبار التعليم هو اللبنة الأساسية لأي تنمية؟ هل سيظل العراق بلا تنمية منذ عام 2003؟ ألا يكفي أكثر من 18 سنة من التدهور والتخلف والأمية؟ أشكرك عزيزي طبعا، وأرجع أحيي أستاذي وعزيزي سعادة السفير المحترم الدكتور الفتيان، وأنت صاحب باع قبلنا بكثير، يعني يحفظك الله وأشكرك على هذا اللقاء الذي لا أستحقه. فيما يخص سؤالك يا أخي العزيز، أنا يعني اسمح لي أرجع دائما لأساس المشكلة. عندما نتحدث عن تنمية، التنمية فيها احتياجات، من أهم احتياجات التنمية هي المان باور، هي العامل، الموظف، المهندس، الطبيب. هؤلاء يأتون من عملية تعليمية في الجامعة، المدخلات العملية التعليمية في الجامعة هم ناس يأتون من الإعدادية، الابتدائية في الإعدادية، لذلك هي جهد التربوي العظيم هو الذي يصل إلى التنمية، لا يستطيع لأحد أن يبدأ بالتنمية من الصفر. الآن ماذا تعاني المدارس؟ هو بالضبط يعكس لك لماذا ليس لدينا تنمية. سوء إدارة تربوية وتعليمية بالكامل، انعدام خطط الاستراتيجية، خضوع القطاع نفس القطاع التربوي التعليمي لسلطة الأحزاب الكاملة، أسلوب المحاصصة موجود. وفي أسلوب المحاصصة أنا أقول لك شيء واحد مهم جدا، التعليم، احتياج التعليم يفرض الشخص عليه. يعني كان لدينا في محافظة التأميم، وأنا قضيت الإعدادية في التأميم مع والدي الذي كان قاضياً هناك، كان هناك مدير عام، مدير تربية، لم يكن مدير عام، مدير تربية للتأميم قد أتوا به من البصرة، وهذا الرجل ظل في التأميم أكثر من 17-18 سنة، مدير تربية قوي شديد، عندما ينزل في الشارع حتى الشرطة يخافون منه. لذلك كانت التربية والتعليم في محافظة التأميم يشار لها بالبنان، لن تكون هناك محاصصة لأن المنطقة من الجهة الفلانية أو الجهة الفلانية ينبغي أن يكون أو هناك الحزب الفلاني. والأمثلة كثيرة طبعا، ظاهرة المعدلات العالية والنجاح المضمون، يعني فوق المعدلات العالية حتى اللي يوقع مرة ومرتين وثلاثة وأربعة يرجعون يمتحن وفق قرارات يشرعنوها طبعا في مجلس الوزراء والبرلمان إلى أن ينجر. المعلمين والمدرسين هم نفسهم أصبحوا بسبب طول المدة، لأن احنا الآن نتحدث عن عقدين من الزمان، أصبحوا نتاج هذه العملية هم اللي يقودون العملية. ظاهرة التعليم الخاص غير المنضبط،
في الابتدائية والإعدادية وصولا طبعا للجامعات. وعدد الأميين والمتهربين وذكر التقرير مالتكم والذي يزيد اليوم عن 7 ملايين شخص في العراق، هذا في أسوأ الأحوال. واختفاء، وهذا أهم شيء، اختفاء ما يسمى بإدارة الجودة. من غير إدارة جودة لن يمكنك نهائيا أن تقود التعليم العالي إلى حيث تنمية للبلد. ينبغي أن تكون هناك إدارة جودة في التعليم. لذلك أرجع فأقول أن هؤلاء الحقيقة هذا النتاج يذهب إلى الصحة ويذهب إلى دوائر الطاقو ودوائر العقاري ويذهب إلى وزارة المالية وإلى وزارة الخارجية. فلا تعتبن على وزارة، لا تعتبن على جهة نهائيا، لأنه هذه الجهات هي تأخذ الأوتبوت للتعليم. أنت اذهب للتعليم، يقف مع التعليم يضاهيه فقط شيء واحد فقط وهي العدالة وهو القضاء. إذا فقدتم التعليم والقضاء أخي العزيز انتهى الأمر بالكامل بالكامل. ليه؟ لسبب بسيط جدا، لأنك عندما ترى أي ظرف سيء في التعليم العالي تذهب للقضاء لينجدك. القضاء اليوم أخي العزيز مليء بهذه الشهادات، القضاء مليء بالميليشيات، القضاء مليء بعناصر ما يسمى بالدمج. ليس فقط الجيش والشرطة من عانى من الدمج، كل قطاعات الدولة بسبب التعليم المتهرع عانى من الدمج. الدمج ليس فقط من ليس له شهادة عسكرية أخذ رتبة عسكرية، لا، الدمج أيضا من له شهادة بغير حق أخذ شهادة لكن بغير حق. هذه مشكلة المجتمع اليوم، يعاني من الدمج. عقلية الدمج هي عقلية من أتى من الخارج وهو لا ليس فقط ليس لديه شهادة أو كان محروما منها، وإنما يشعر بعقد النقص منها. لذلك لم يذهب إلى القطاعات، ذهب مباشرة إلى التشريع، فأخذ الجانب التشريعي وشرع لفوضى الدولة، لفوضى التعليم. هذا هو ما يعانيه التعليم اليوم أخي العزيز، ليس شيئا آخر على الإطلاق. أما الجامعات، وأريد أختم ملاحظتي بهذا، نعم دكتور، نحن نحسن الظن جدا للأخت التي تحدثت قبلي بارك الله فيها على هذه الشجاعة، ولأخي الأستاذ الدكتور المحترم الفتيان، إن الذين ينشؤون الجامعات يا ريت ينشؤون الجامعات من أجل الأعمال والبزنس. هذا معمول في كل العالم وهي تخضع للقوانين والسلطة، سلطة الشعب وسلطة الدولة. لكن المشكلة الحقيقية ليست هذه، الجامعات اليوم تفتح لأنها مافيات، أبوابا تدخل منها الأموال وتخرج منها الأموال من غير أن يعلم من أين أتت ومن أين خرجت. كما هي البنوك، هي عبارة عن ويندوز جانبية، عن شبابيك جانبية للأعمال الإرهابية التي تقع في العراق وليس لأعمال البزنس. يا ريت وألف مرة يا ريت أن هذه هي عبارة عن شبابيك للأعمال، عندئذ تكون معالجتها أسهل بكثير من أن تكون أبواباً للجريمة وتخرج المجرمين. مع احترامي وحبي الشديد لأبنائنا الجيدين الذين يتخرجون، الذين يعتمدون، وأنا رأيت بعضهم أجانا إلى ماليزيا وهو خريج جامعات، يعني لا أريد أن أسميها بتسمية معينة، لكن تعب على نفسه ووصل إلى مرحلة وأخذ الماجستير والدكتوراه باستحقاق لأنه تعب على نفسه. أنا لا أتحدث عن الحالات الفردية، أنا أتحدث عن حالات جماعية. هؤلاء يخرجون المجرمين الذين هم أساساً مجرمين، يأتون بهم ويخرجوهم ليأخذوا مناصباً في الدولة، فهي أبواب وهي واجهات سيئة جداً لأعمال لا يمكن تسميتها إلا بأعمال إرهابية. نعم، شكراً لك دكتور محمود، سأعود لك مرة أخرى. دكتورة فاطمة التميمي، يعني هل أصبحت الآن الشهادة العلمية في العراق من وجهة نظر الشارع العراقي لا قيمة لها بناء على هذا الكم الهائل من التزوير؟ نحو 40,000 شهادة مزورة هي مذكورة ضمن يعني السجلات الرسمية في الحكومة، هل أفقد ذلك الشهادة قيمتها من وجهة نظرك؟ نعم يا سيدي، أفقد ذلك هيبة الشهادة أصلا بالواقع. وأيضا
ما فقد هيبة شهادة الشهادة العليا. في السابق يا سيدي كانت شهادة البكالوريوس لها قيمتها ولها مركزها ولها ثقلها، الآن أصبحت حتى شهادة الدكتوراه ليس لها قيمة. لماذا؟ لأن هؤلاء المافيات والمتسلطون يأتون بالشهادات من خارج البلد، يذهبون لخارج البلد يدفعون مبالغ مالية، يأتون بشهادة على أساس أنه يتعادل مع الذي درس داخل العراق والذي تعلم من الكلية ودرس في نفس الكلية، درس البكالوريوس ودرس الماجستير ودرس الدكتوراه في نفس الكلية وهو من الطلبة الأوائل والمتميزون. فيحاول هذا الطالب الذي حصل على شهادة الدكتوراه وهو متميز يصبح حاله حال الذي سرق الشهادة من دولة مثلا نقول تركيا أو نقول إيران أو نقول مصر، لا أريد أن أحدد فئة معينة لكي لا يقول علي شيء ما، لكن نعم فقدت هيبة الشهادة في العراق بسبب المافيات الذين ذهبوا إلى خارج البلاد واشتروا الشهادة واستلموا السلطة، وأيضا أصبح الآن الجاهل هو من يحكم العادل. الآن في العراق الوضع هو الجاهل يحكم العادل، وكذلك استبعدت الكفاءات الأكاديمية والعلمية والخبيرة والوطنية والمدربة عن مراكز الدولة المهمة بعد أن سرقت أموال أو أموال العراق. فهؤلاء طبعا أنا أكرر وأعزو أن سبب تدمير العراق في كل قطاعاته وليس فقط التعليم، لكن التعليم والقضاء هم الهلجرد لهذه المشكلة العظيمة في العراق. وأنتم تنظرون إلى هذه المشكلة من الداخل، ما هي الحلول من وجهة نظرك؟ نكمل الذي دمر التعليم في العراق هو تعدد الأحزاب. إذا قضينا على تعدد الأحزاب يعود العراق إلى هيبته وسلطته التي كانت في الماضي. كان العراق له ما له من شأن ومن قيمة، كانت دول السودان ودول العربية تأتي إلى جامع المستنصرية يدرسون يأخذون الشهادة، حلمهم أن يحصلوا على قسم الأدب العربي مثلا، يدرس الأدب العربي في قسم اللغة العربية في الجامعة المستنصرية. كان يفتخر الطالب العربي أو حتى الأجنبي عندما يأتي للعراق ويدرس في السابق يفتخر أنه يحصل على الشهادة من الجامعة المستنصرية أو جامعة بغداد أو الجامعات القديمة في العراق. الآن ماذا حل بالعراق بسبب هؤلاء؟ دمروا العراق بسبب هيمنتهم وسلطتهم وسبب مكاسبهم. لا أعلم ماذا أقول، يعجز لساني عن وصف هؤلاء. واضح الفكرة. سراء الذين حكمونا الآن توجد جامعات أهلية ومدارس أهلية في كل محافظة تذهب لترى هناك 3 إلى 4 إلى 5 جامعات. لماذا هذا التعدد؟ نعم دكتور، اسمحي لي أن أنتقل بالسؤال الذي طرحته إلى دكتور فاروق الفتيان. دكتور فاروق، دكتورة فاطمة التميمي استمعت إلى ما تحدثت به، تعدد الأحزاب هي المشكلة الرئيسة في العراق والتي كان للتعليم الحصة الكبيرة في يعني المعاناة ووصول العراق والواقع التعليمي إلى هذا المستوى، وتزايد نسب الأمية بدرجة كبيرة، افتقار العراق إلى المدارس، إلى الآن هناك 1000 مدرسة طينية في بلد يطفو على النفط. العراق بعد أن كان مطمحا من كل دول العالم أن يحصل الطالب على شهادة رصينة من جامعات العراقية، الآن أصبح العراق يعني مثال لظاهرة الشهادات المزورة التي يعني يحصل عليها السياسيون فيه لكي يديرون دولة اسمها العراق. يعني الأمر خطير جدا، كيف تنظر
إلى هذه تداعيات هذا الأمر على المستقبل؟ الحقيقة ليس المبدأ تعدد الأحزاب، هناك أغلب الدول الديمقراطية عندما تعيش ديمقراطية حقيقية فيها تعدد الأحزاب وفيها نظم سياسية نظام تعدد الأحزاب. المشكلة الأساسية في العراق أنه حتى لا توجد أحزاب رصينة، أحزاب مبدئية، أحزاب تمتلك أهداف، تمتلك طموحات لعملية بناء هذه الأحزاب، هي كلنا نعلم أنها هي وليدة الاحتلال، وليدة تدخل دول الجوار سواء كان إيران أو غير إيران. هذه الأحزاب لا تمتلك روح المواطنة، هذه الأحزاب لا تعبر عن عراقيتها في عملها سواء كان الحكومي أو البرلماني. كلنا نعلم أنه منذ عام 2003 ولحد الآن العراق تسلم أكثر من تريليون و300 مليار دولار. أين ذهبت هذه الأموال؟ حينما ننظر إلى العراق لا زالت الجامعات التي بنيت قبل 2003 هي التي يدرس فيها الطلبة، لم تبنى جامعات، لم تبنى مدارس. إذن الخلل في النظام السياسي بأكمله ليس فقط في تعدد الأحزاب، الخلل في النظام السياسي الذي تشكل بعد 2003 شكله الاحتلال، وقرار الاحتلال لتدمير العراق جاء من خلال أولا عملية ما يسمى باجتثاث البعث. بعملية اجتثاث البعث الحقيقة هي اجتثاث مؤسسات الدولة العراقية، لأنه من خلال قانون اجتثاث البعث تم اجتثاث 546,000 موظف في الدولة العراقية، منهم الأستاذ الجامعي ومنهم عميد الكلية ورئيس الجامعة. وكلنا نعلم أن جميع رؤساء الجامعات العراقية وعمداء الكليات في العراق قبل 2003 تم اجتثاثهم، عدد كبير من الأساتذة، عدد كبير من جميع المدراء العامين إلا من تعاون مع المحتل تم اجتثاثه. فإذن الهدف هو تدمير العراق، تدمير العراق. ومثل ما ذكر الأخ الدكتور محمود، قطاعين أساسيين يلعبون الدور الأساسي في التدمير وهو قطاع التعليم وقطاع القضاء. إذا غاب العدل وغابت المعرفة في أي مجتمع من المجتمعات ستسود الأمية، سيسود التخلف، سيسود عندما لا يكون هناك عدل ومساواة في الأمور سيتدمر المجتمع، ستحل الأزمات أزمة بعد أزمة. ولذلك أصبح العراق بهذا الوضع، أصبح العراق الآن من الدول في السلم الأخير، درجة ما قبل الأخيرة، ربما التسلسل الثاني أو الثالث في المؤخرة. هذا كله بسبب النظام السياسي وليس بسبب تعدد الأحزاب، لأن هذه الأحزاب من يقودها هو ليس منظر سياسيا وليس له مبدأ وأهداف مثل ما تحصل عليها الأحزاب الأخرى في الدول الأخرى. أستاذ شكرا دكتور. دكتور محمود المسافر، في أقل من دقيقة لو سمحت، هل المحاصصة يقع عليها يعني السبب الكبير في تحول العراق إلى هذا المنحدر في التعليم؟ نعم، في النتائج نعم، مثل ما ذكروا كل الأخت والأخ الدكتور، هناك أسباب كثيرة، لكن جزء من يعني من منهج هؤلاء الذين جاءوا مع المحتل منهجهم المحاصصة، هو طبعا يعني هذا زودهم، يعني هي حيلة زودهم بها المحتل. هم الحقيقة لا هذا لا سياسيين من هذا الطرف يمثلون أهلهم ولا سياسيين من هذا الطرف يمثلون أهلهم نهائيا. هؤلاء يعني ما أخذيها حيلة ولعبة، هم بالنسبة لهم حقيقة حتى يمتلئون ويتخمون مالا وزورا وبهتانا، ولكن بالنسبة للمحتل ومن وراء المحتل المستعمرين وكل
الجهات اللي تعرفوها، هؤلاء يريدون تخريب المجتمع العراقي، المجتمع الذي حقق قفزات نوعية كبيرة في العهد الملكي والعهد الجمهوري الأول والعهد الجمهوري الثاني والثالث. كان ينبغي له أن يتوقف عند هذه المرحلة، لأنه كان ممكن أن يكون خطراً على المنطقة بالكامل، لأنه سيكون انموذجاً وليس خطراً لا عسكرياً ولا غير ذلك، ولهذا دمروه بهذه الطريقة. أما المحاصصة فهي نتاج عمل الخائبين الحقيقة ليس. شكراً جزيلاً لكم دكتور محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من ماليزيا عبر سكايب. ونشكرك شكراً جزيلاً دكتورة فاطمة التميمي الأستاذة الجامعية، كنت معنا من بغداد عبر الهاتف. وشكراً جزيلاً لكم ضيفي في الأستوديو الدكتور فاروق الفتيان. أهلاً وسهلاً، شكراً جزيلاً، شكراً لحضوركم معنا. شكراً، بارك الله. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.